اهلا بيكو. قراءة النهاردة هي رسالة اللي انت محتاج تعرفها دلوقتي. الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمع في القراءة. هي رسالة اللي انت بحاجة لمعرفتها. وانتوا بتفكروا كتير قوي، ويمكن في اكتر من حاجة في عقلك او في بالك دلوقتي. ممكن تكون انت بتفكر في مليون حاجة في نفس الوقت. على الأكتر انتوا محتاجين تتواصلوا أكتر مع طفلكوا الداخلي، وتتصالحوا مع الماضي أو ذكريات الطفولة. ثواني بس، أنا عايزة أشوف حاجة تانية. هو أنا حسيت شوية إن أنت بتحاول تتخاطر مع شخص، وفي شخص تاني غير اللي أنت بتحاول تتخاطر معاه بيحاول يتخاطر معاك. يعني كأنك انت بتفكر في ألف وجيم بيفكر فيك، اوكي؟ فلسبب ما هناك في حلقة دائرية كده غريبة شوية تحيط بالعيلة بتاعت الأشخاص اللي دخلوا معانا الفيديو ده. لكن اللي أنا حسيته أكتر، انتوا ممكن محتاجين وقت شوية تكونوا مع نفسكوا أو لوحدكوا، تصفوا ذهنكوا، وفي نفس الوقت تشوفوا هل في حاجات من الماضي مأثرة عليكوا. هل مثلا حاجة ليها علاقة، سواء موقف حصل بالأمس أو من مدة بعيدة، أو حتى فعلا زي ما ظهر في البداية من الطفولة بتاعتك، إن طفلك الداخلي بحاجة إن أنت تتواصل معاه أكتر، تستمع إليه، تشوف هل في ألم أو في ذكرى أنت لسه عالق فيها في الماضي هناك ولا لأ. وفي فيديوهات على القناة الأساسية بعنوان شفاء الطفل الداخلي ممكن ترجعوا ليها. اهتم بالفن الخاص بيك انت. انتوا بحاجة لي زي لما هتقعدوا مع نفسكم كده، زي تقعدوا وتعيدوا ترتيب او تنظيم او بناء حياتك من الاول وجديد. يعني كأنك شخص بتقعد مع نفسك وتقول انا هعيد بناء حياتي. عارفين في بعض الاشخاص كده مع بداية السنة يقولك احنا هنخلي السنة الجديدة حاجة حلوة، حاجة فلة، تمام؟ فكأنك انت دخل نفسك بقى في الطاقة دي دلوقتي. السنة بدأت بقالها 7 شهور تقريبا اهوت، بس اللي هو انت ممكن تحاول يعني تعيد بناء حياتك، او تحط خطة حتى لل5 شهور اللي باقيين من السنة، او للشهور البسيطة اللي باقية، او للفترة اللي جاية من حياتك، حتى لو للفترة القريبة. مهم قوي انكم برضو تتواصلوا مع فنكم. الفن بتاعكم بيحمل دايما رسالة ليكم، او بيحمل دايما من الدعم او الارشاد ليكوا انتوا. واهتموا باصدقائكم، وان انتوا تختاروا الاصدقاء بتاعكم اللي انتوا بتتواصلوا معاهم عن قرب بعناية، اوكي؟ يعني هتتكلم مع مين النهاردة، هترد على مين، هتخرج مع مين، مين الاصدقاء اللي ممكن تكلمهم او تحكي لهم اسرارك. كمان فترة كويسة ليك او رسالة ليك، اهتم بالاناقة بتاعتك. يعني انتوا تكونوا في حالة من الاناقة، حتى لو انت في البيت، بس ادي نفسك شعور ان انت ملك يعني أوانك وزمانك ومكانك. فاللي هو استشعر بالهيمنة أو السيطرة من تاني تحديدا على حياتك. التواصل مع النجوم مهم بالنسبة لكم، سواء ان انت تشوف النجوم في السماء في فترة المساء، او ان انت قد يكون لحد فيكم ان انت ستصبح اصلا من النجوم، او ان انت بالفعل في الطاقة دي، ان انت شخص نجم او لامع. وهناك وخاصة لو انت نجم او لامع بحاجة فنية، فيمكن هيحصل نشر اكتر او معرفة اكتر او استماع اكتر للفن بتاعك. ناس تعرفك بشكل اوسع، هيبقى ليك داعمين اكتر، هيبقى في ناس في حياتك اكتر بيأيدوك، اوكي؟ العلاج بالروائح، كان في حد منكم قبل كده اعتقد سألني تحديدا اعتقد على الفيسبوك. العلاج بالروائح ده، سواء بالروائح الطبيعية او الروائح اللي ما فيهاش الكحول، اوكي؟ في ساعات بيبقى ممكن ان انت تشتريها كمعطر، في اجهزة بتصنع لك معطر، ولو دي حاجة انت بترتاح ليها مش بتسبب ليك صداع، اتس اوكي. ممكن بعض الناس بتحب البخور الطبيعي، او حتى
اي او عارفين المعطرات مثلا، ان انت ترش المعطرات اللي بترشها في الغرفة او في الريسبشن او في اي مكان تعطر الجو بتاع المكان، كل الحاجات دي ممكن تكون بالنسبة لك علاج بالروائح. برضو لو انت من الاشخاص اللي ممكن تعمل مساج او تروح جلسة مساج وهناك بيستخدموا لك زيوت فيها ريحة معينة انت ممكن ترتاح اليها، ده في حد ذاته برضو يعتبر بالنسبة لك علاج بالروائح. او حتى لو انت بتحط بيرفيوم او يعني بودي ماست او ريحة جسد معينة يعني او كده، كل الحاجات دي بالنسبة لك برضو ممكن تكون علاج بالروائح. فاللي انتوا بترتاحوا ليه اعملوه. في بعض الشموع المعطرة لو انت بترتاح اليها برضو ممكن تستخدمها كنوع من الاروما ثيرابي او العلاج بالروائح بالنسبة لك. اوكي، شكرا لكل الاشخاص اللي استمعوا معنا للفيديو ده. تابعنا على القناة الأساسية اللي هي ميمي تاروت بالعربي وبالإنجليش، ممكن الله أعلم، بس يعني لو حسيت إن صوتي يسمح هنطلع بس مباشر للمشتركين فقط. أي شخص مشترك في القناة يكون عنده الفرصة إن هو لو عنده سؤال يسأله. فهيكون للمشتركين، تأكدوا منكم فاعلين الجرس، مش على القناة دي، على القناة الأساسية اللي فيها أكتر من 100,000. أعملوا هناك فولو وفعلوا جرس التنبيه عشان لو طلعنا بس مباشر تقدروا تكونوا معنا. باي باي.